السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا برضو لسه ما زلنا نتحرى ليلة 23، ننتظر طلوع الشمس، ننتظر طلوع الشمس. إخوانتي لسه الشمس ما طلعتش، مش عارف شو السبب، حتى الآن الشمس ما طلعت، لكن هذا القمر، الهلال، هي القمر، شفتوا القمر واضح، هيو نص دفنة، مش صح يا إخواتي؟ هي القمر واضح جدا جدا ما شاء الله. اللهم انك كريم تحب العفو فاعفو عنا، اللهم انك كريم تحب العفو فاعفو عنا. طبعا احنا لسه اخواتي فاضل 25 ولسه فاضل 27 كما ترون. تعالوا هون، الشمس هيها بس لسه ما طلعت. هي عامة حتى الان ما فيش شعاع نهائي، حتى الان ما فيش شعاع نهائي. هيها طلعت، هيها بيضاوية، شو رأيكم شايفينها؟ يا رب انتم تكونوا شايفينها. شو رأيكم؟ يا رب اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. هيها دوارة بيضاوية وما فيش إلها شعاع نهائي، شايفينها؟ بتمنى تكونوا شايفين الصورة. اللهم انك كريم تحب العفو فاعفو عنا، اللهم انك كريم تحب العفو فاعفو عنا. يا رب احسن خاتمتنا يا الله يا كريم، وكل واحد معنا على القناة يا رب يحقق له مراده وأمنيه يا رب. هيها بيضاوية، هيها دائرة، هي بيضاوية ما فيش لها شعاع نهائي. العلم عند الله تعالى انه هذه هي ليلة القدر. إن عجبكم الفيديو لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك في القناة. العلم عند الله انه هذه هي ليلة القدر. نشوف، طب هنا نحاول نصور في الفيديو الثاني. هيها شوفوا اخواني، هي القمر. اول شيء القمر، شايفين هي القمر، هي القمر، وادي الشمس، بصوا لها اخواتي، هيها بيضاوية، شايفين اخواني حبايبي. طبعا هي هنا برضو احنا بصور في تليفونين على بالكم، يعني هي هم اثنين. الشمس طالعة بيضاوية ما فيش الها شعاع. العلم عند الله تعالى انه هذه هي ليلة القدر. العلم عند الله. الله يعطيكم كل ما تتمنوه، كلكم اسم. يا رب اخواني واخواتي اللي نفسه في امنية يا رب يحقق له اياها، كلكم اسم اخواني واخواتي اللي نفسه في امنية يا رب يحقق له امنيته ويعطيه ما يتمناه. هاي الشمس بيضاوية، وهي القمر، والجو جميل 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 جميل. هاي الشمس هي هنا كمان. بصوا اخواني واخواتي، يا رب يا اخواني واخواتي كلكم يعطيكم ما تتمنوا يا رب. كمان مرة اخواتي، هاي القمر شايفينه، لو كبرت الصورة حتشوفوا هاي القمر وهي الشمس. هاي الشمس بيضاوية ما فيش إلها شعاع نهائي. العلم عند الله انه هي بس لسه، يعني فاضل زي ما حكيت 25 29. هاي هنا، هاي هنا شايفين هاي الشمس، ما إلها شعاع، بيضاوية، ويا رب إنه تكون هي ليلة القدر يا رب. وهي القمر يا رب
إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا وضع لايك والاشتراك في القناة. هيا نحاول إن نعمل زوم تكبير. هاي زوم وتكبير. هاي الشمس بيضاوية ومتدورة. هيها هيها بيضاوية اخواتي، هيها ما فيش شعاع. انتظر رقم تعليقاتكم تحت هذا الفيديو. زي ما حكيت لكم انا دعيت للجميع، يا ربي يسمع دعاء ويتقبله. يا الله يتقبل منا صيامنا دعاءنا وصلاتنا. الله يا ربي يحفظ لنا اولادنا يا رب، ويهديهم ويصلح حالهم. وكل واحد نفسه في امنيه، كل ما فتح هذا الفيديو نفسه في امنيه يا رب يحقق له اياها. وكل المتابعين بتوعي حبايبي الله يعطيكم كل ما تتمنوه كلكم، اسم 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 اسم، ما بدنا ننسى اي احد سواء واحد سواء واحده. الله يعطيكم كل ما تتمنوه. هي هذه صورة الشمس، هيها طلعت خلاص. هي هذه الشمس هيها في الآخر خلاص. هيها وهي القمر عشان ننهي بالآخر. هاي الشمس هيها. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.